الأستاذ بالمادي الطاهر خبير قضاء ترجمة لغة إشارات للصم والبخم معتمد لدى مجلس قضاء تيرت. جينا نديرو التوعية والتحسيس لهذه الفئة من المعيقين الصم والبخم. حسب التعليمات الصارمة من الحجر المنزلي وتطبيق القانون العقوبات لكل إخلاء بالحجر المنزلي، ومن أجل الوقاية والحد من الخطر تفشي الوباء، التزموا بيوتكم حتى لا ينتشر الوباء. والآن نشكر القناة الأوراس تي في على هذه الالتفاتة وعلى الضيافة وعلى التحسيس لفئة الصم والبخم اللي نقول لها مهمشة، وهي القناة اللي تكاكات وجات باش تعاون فئة الصم والبخم بطريقة أستاذ بالمادي الطاهر. شكرا.